خد يا عم الايفون خليه ينفعك يا عم. خد خد خد، بقولك ايه، اختار المصحف ولا موبايل الايفون؟ الايفون يا عم، مصحف احسن. متأثر نسيت. طب ماشي يا عم، خد بالك. بقولك ايه، خد تختار الايفون ولا المصحف؟ الايفون. ليه الايفون؟ يعني المصحف احسن من الايفون. خد يا عم الايفون خليه ينفعك يا عم. بقول لك ايه، زعلان ليه يا عم؟ زعلان ليه بس؟ بص تعالى مسابقه كده بسيطه، اختار المصحف ولا الايفون؟ طبعا المصحف ما اتعوضش يا ابني. الموبايل ايفون 13,000 جنيه. لا طبعا. ليه طيب؟ ما اتعوضش. طب عشان انت جميل كده احنا بنهدي لك الموبايل ده، موبايل ايفون. اتفضل. والمصحف كمان. ازيك عامل ايه؟ بقول لك احنا عاملين مسابقه كده، تختار المصحف ولا الموبايل ايفون؟ لا هختار المصحف طبعا. ليه طيب؟ ما الموبايل احسن. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله عليك. احنا هنسجل معاك حلقة على ابني. انت عالم يا ابني، الله ربنا يبارك في عمرك.